بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم معايا، نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد بعد العيد، نتمنى ان شاء الله تكونوا عيدتوا بالصحة والهنا العقيبة العام الجاي ان شاء الله. جبت لكم اليوم وصفة فول او فول مشرمل، وصفة سهلة وبنينة واقتصادية، ونتمنى ان تعجبكم الوصفة هذه. ونروح مباشرة لطريقة تحضيرها. اولا نحتاج الى كمية من الفول، هذا الفول الاخضر راهو نتاع الموسم دركا. استعملوا الكمية اللي تحبوا، نقيوه او نفركوه ونغسلوه مليح، ونعصروا عليه هكذا شوية ليمون هكذا باش ما يكحلناش، ونحطوه يفور او يطهى على البخار. نحطوه يفور هكذا وما نحطولوش الملح، لانه من بعد نزيد نعاودو نحطوه يطيب في الصلصة واللي تكون فيها الملح. اذا نحتاج للصلصة تاع الفول، بصلة متوسطة، حبة طماطم، دبشة ومعدنوس، وفصين من الثوم او ملعقة صغيرة تاع الثوم المهروس. إذن في إناء الطهي نحطوا شوية زيت حوالي 3 ملاعق كبيرة، نزيد عليهم البصل المفروم، درت بصلة متوسطة، وإلا درتوا كمية كبيرة ديروا بصلة كبيرة. نخليهم هكذا يدبلوا شوية ونزيد عليهم التوابل، زدت عليهم رشات من الفلفل الأسود وشوية من الفلفل الأحمر الحار وحوالي ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر العكري. نخلطهم شوية هكذا ونزيد عليهم ملعقة صغيرة من الثوم، حوالي فصين من الثوم مهروسين. نحركهم شوية هكذا ونزيد عليهم ملعقة صغيرة من الطماطم المصبرة. نحركها هكذا ونخليها تتقلى شوية باش ما تجيناش حامضة. وبعد ما تتقلى معنا الطماطم المصبرة نزيد عليها حبة طماطم مرحية أو مفرومة. نقليهم شوية هكذا ومن بعد نضيف عليهم الفول. نضيف عليهم الفول هكذا اللي طيبناه على البخار مسبقا. نزيد عليهم هكذا شوية دبشة ومعدنوس أو بقدونس. ونزيد عليهم ملعقة صغيرة من الملح، الفول ما ملحناهش مسبقا ولذلك نحطوا ملعقة صغيرة أو أقل من ملعقة صغيرة، أو ديروا الملح على حسب الكمية اللي استعملتيوها، ومن الأحسن ما تكتروش لأن الفول ما يشربش بزاف الملح. نزيد عليهم ملعقة صغيرة هكذا من الكمون، ونخلط المكونات كامل مع بعضها ونغطيهم ونخليهم يتشربوا هذيك الصلصة. لما يتشرب الفول هذيك الصلصة وينشف شوية نزيدوا له شوية ماء، شوية فقط، حوالي من نصف كاس إلى كاس ماء، ما تزيدوهش. نخليوه يزيد يطيب شوية باه يشرب هذيك البنة تاع الصلصة. لما نلقاوه بدا ينشف او يشرب هذيك الصلصه نطفيو عليه، يعني تقدروا تخليوه شويه صلصه، ولا تحبوه ناشف خليوه حتى ينشف. اذا بعد ما يتشرب هذيك الصلصه نطفيو عليه. يكون جاهز هكذا، نحطه في صحن التقديم هكذا، نزينه بشوية دبشة ولا معدنوس ويقدم. وفي الأخير نتمنى عجبتكم الوصفة تاع نهار اليوم، وصفة سهلة، وصفة فول مشرمل، وصفة سهلة وبنينة واقتصادية وما فيهاش لحوم، وتوجدوها بسرعة. ونقول لكم شكرا بزاف بزاف لمشاهدة الفيديو، وإلى الملتقى إن شاء الله في فيديو آخر مع وصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.